يعني يمكن لزميلي أن يعرض لك الانسيابية والسهولة في هذا المكان الذي نقف فيه. لا يوجد أعداد كبيرة على الإطلاق، الأمور تسير بصورة جيدة. هذا هو الدور الثاني الذي نقف فيه، هناك أدوار أخرى، هناك يعني العديد من الأدوار حيث يقوم الحجاج برمي الجمرات، سبع حصيات يقومون برميها. عندما تحدثنا مع بعض الحجاج الذين أتوا قالوا أن الحج هذا العام يمتاز بانسيابية وسلاسة بصورة أكبر عما كان عليه في كثير من الأعوام الماضية، خاصة إذا ما قارنا ذلك بسنوات عديدة مضت. هناك الكثير من رجال الأمن الموجودين الذين يمنعون أي شخص يدخل من المكان الذي من المفترض أن يخرج منه الحجاج، يعني هناك مداخل للخروج ومداخل للدخول يدخل بين الحجاج، ومخارج وطرق ومسارات يخرج من الحجاج حتى لا يكون هناك تدافع أو تعارض ما بين القادم والخارج. أيضا هناك سيارات كهربائية يدخل بها الحجاج كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الهمم، يعني يتم جلبهم إلى هنا إلى حيث هذا الطابق الذي نقف فيه الآن، حتى لا تكون، لأن السير بالنسبة إليهم سيكون صعبا.